أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في بيان له أن المملكة ستكون خلال العشر سنوات القادمة وجهة عالمية مهمة للمعارض والمؤتمرات، وفي مقدمة المقاصد في المنطقة لهذا النشاط الاقتصادي والسياحي المهم، وذلك بعد إنجاز مرحلة تأسيس صناعة المعارض والاجتماعات السعودية وتطويرها بشكل شامل وبناء الأنظمة والتشريعات وتهيئة الكوادر وتحديد الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتعد صناعة المعارض اليوم من أهم الوسائل لتنشيط الحركة التجارية والقطاع الخاص، وبدا واضحا أن الوعي بهذه الصناعة أخذ في اتجاه التنامي، يعزز ذلك بروز هذه المعارض على حلتها الجديدة التي فتحت الباب أمام نوع مستحدث لمفهوم التسوق العصري في المملكة، وهي تشكل فرصة شبابية حقيقية وتمثل حلقة وصل بين المنتجات المحلية والمستوردة، ولكل ما من شأنه أن يساهم في زيادة النشاط التجاري. وكل ما يتضمن هذه المعارض من بضاعة يتمثل عادة بكونه ابتكار شخصي وفريد من نوعه. يذكر أن عدد رخص المعارض والمؤتمرات بالمملكة خلال العام الماضي بلغ 10,139 فعالية، وتمكنت صناعة الاجتماعات والمنتديات وغيرها من توظيف 60,000 سعودي في عام 2017 بوظائف دائمة أو مؤقتة. وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن توجه المملكة نحو صناعة المعارض والمؤتمرات يعد مؤشرا جيدا للمساهمة في التنمية الاقتصادية.